أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس في تفسير ما تبقى من سورة المائدة في هذه الدورة الكريمة، دورة الأترجة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بريدة في عام 1433 من الهجرة النبوية الشريفة. وهذا الدرس أيها الأحبة يبدأ من قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى كانوا يعلمون الحق ويحسدون المؤمنين على ما أوتوا من ذلك الحق، يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وهو المبشر به في كتبهم، ولكنهم حسدوا العرب على ما فضلهم الله به وعلى أن جعل الله عز وجل فيهم ختم النبوة، وهذه النبوة العامة الجامعة للثقلين. ولذلك هم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ويكتمون الحق وهم يعلمون، ولذلك كانوا يضمرون العداوة للمؤمنين. ولا غرابة في ذلك، فاليهود قد عادوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يعرف في أمة من الأمم أمة عادت وقتلت الأنبياء مثل ما عرف في اليهود، فهم أكثر أمم الأرض قتلا للأنبياء وإيذاء لهم. ولذلك من الطبيعي جدا أن يعادوا المؤمنين. قال الله عز وجل: والذين أشركوا، أي أولئك الذين أشركوا مع الله غيره كمشركي قريش ومشرك العرب، فإن عداوتهم للمؤمنين ستكون أعظم العداوة وأشدها وأقواها. ثم قال الله عز وجل مبينا صنفا آخر: هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. وقد ذكر هذا الصنف ثم وصفه بأوصاف تدل على أن هذا الصنف يكون قريب المودة للمؤمنين متى اتصف بهذه الأوصاف. فقال جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذن هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف وذكرهم بهذا الأمر هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، وذلك لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيسى وقالوا نحن أنصار الله. وهؤلاء القوم وصفهم الله عز وجل بأوصاف فقال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أي من أوصاف هؤلاء القوم الذين وصفهم الله بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا أن منهم قسيسين، أي علماء، والقسيس هو العالم بالكتاب، وأن منهم رهبان وهم العباد الذين تفرغوا للعبادة
وهذا كثير في النصارى وخصوصا في الأزمنة الماضية. قال: وأنهم لا يستكبرون، أي ليس في قلوبهم شيء من الكبر الذي يمنعهم من قبول الحق والاستماع إليه وقبول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وعدم الترفع لا على محمد صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين ولا على العرب كما فعلت بعض الأمم التي أخذها الغل وأخذتها العنصرية إلى أن لا تقبل شيئا من الحق وأن تضمر في نفسها عداوة المؤمنين. قال الله عز وجل مبينا حال هؤلاء الذين هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أي هؤلاء القوم من صفتهم أنهم إذا سمعوا القرآن وهو الذي أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: ترى أعينهم تفيض من الدمع، أي تهطل أعينهم بالدمع ويخرج منها الدمع فائضا. فهؤلاء القوم سيجرهم سماعهم للحق وعدم كبرهم وعلمهم بأن في كتابهم ما يدل على البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا: مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا، فهم يؤمنون عندما يسمعون هذا القرآن لأنه يصدق ما معهم ولأنه يبهرهم بما فيه من المواعظ والأدلة والحجج والبراهين وموافقة ما في كتابهم، لأن دين الأنبياء واحد وملتهم واحدة وكلهم يدعون إلى شيء واحد. قال الله عز وجل: يقولون ربنا آمنا، آمنا بهذا الرسول وآمنا بهذا الحق الذي جاءنا عن طريق هذا الرسول وآمنا بهذا الكتاب الذي جاء به هذا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع أمة محمد التي هي شاهدة للأمم كلها، شاهدة للرسل أنهم بلغوا، وشاهدة على الأمم بأنهم قد بلغوا. فهذه الأمة شاهدة، شاهدة للرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وشاهدة للرسل قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنهم قد بلغوا، وهي أيضا شاهدة على الأمم بأنها قد بلغت. فهؤلاء القوم من النصارى إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من الحق عرفوه وآمنوا به واعتبروا به ودخلوا في الإسلام وقالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم إنهم يبينون شدة انجذابهم إلى الحق وأن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نور مبين لا يملك من سمعه إلا أن يؤمن به. قال الله عز وجل: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعني ما الذي يمنعنا من قبول الحق وقد جاءنا بحججه وبراهينه؟ لا شيء يمنعنا من ذلك. قال الله عز وجل: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي أعطاهم الله الجزاء الحسن والثواب الجزيل، وهي الجنات التي وعد بها عباده المصدقين المؤمنين، جعلني الله وإياكم منهم. خالدين فيها أي لهم الخلود الأبدي الذي لا انقطاع له. قال الله جل وعلا: وذلك جزاء المحسنين، أي هذا جزاء من أحسن عندي. وهذا يبين أن كل من سمع الحق وقبله ولم يستكبر عليه فإنه يكون من المحسنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال الله عز وجل مبينا الصنف الآخر، وهذا على طريقة القرآن في المثاني، وهي أنه إذا ذكر حال المؤمنين ذكر حال الكافرين، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر الوعد ذكر الوعيد، وإذا ذكر الترغيب ذكر الترهيب.
فالقرآن مثاني، إذا ذكر الأمم المصدقة ذكر الأمم المكذبة، وهنا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لما ذكر حال أولئك المصدقين المؤمنين الذين لا يستكبرون عن سماع الحق، ذكر حال أولئك الذين كفروا، جحدوا الإيمان وجحدوا نعمة الله عليهم وجحدوا الحق الذي جاء به، الذي جاءت به رسل الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذبوا به، زعموا أنه كذب وأنه لا يمكن أن يكون صدقا ولا حقا. فهؤلاء ما جزاؤهم؟ جزاؤهم أنهم أصحاب الجحيم. ولاحظوا كيف عبر عن هؤلاء القوم بأنهم أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم يعني المصاحبين للجحيم الذين يلازمون النار، نسأل الله العافية والسلامة، كأنهم أصحاب لها. وبعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لعل المناسبة في ذكر هذه الآيات بعد تلك الآيات أنه ذكر في حال أولئك النصارى، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ومن عادة الرهبان أنهم يترفعون أو يتركون كثيرا من الطيبات ويزهدون فيها ولا يتزوجون النساء ويبتعدون عن مخالطة الخلق. فالله عز وجل نبه بهذه الآية على أن المنهج العدل ومنهج الإسلام هو أن لا نحرم الطيبات بل نكتسبها ونتمتع بها ونشكر الله سبحانه وتعالى عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد، ولكن لا يجوز لنا أن نبالغ في ذلك فنخرج عن الحد المقصود، ولا أن نقابل ذلك أيضا بالترك والتحريم ويعني عدم إعطاء الناس النفس حظها من الطيبات. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني إياكم أن تحرموا شيئا مما أحل الله لكم، وعليكم أن تقبلوا ما أحل الله لكم وتحمدوا الله عليه، وتعلموا أن الله إنما أباحه لكم رحمة منه وفضلا، وعلى المؤمن أن يفرح بفضل الله ورحمته. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم شيئا من الطيبات. فمثلا يقول حرام علي أن آكل الموز أو التفاح أو البرتقال أو أشرب العسل أو أشرب العصيرات أو أتزوج النساء. وقد ورد أن هذه الآية نزلت في شأن جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا أرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بتحريم الطيبات على أنفسهم، ظنا منهم أن ذلك من الإسلام وأنه من القربى إلى الله عز وجل. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، يعني لما سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر كأنهم تقالوا ذلك العمل، وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن فلنفعل نحن شيئا أكثر مما يفعله رسول الله، لأن الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبهذا كل واحد منهم سلك منهجا، فقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا
ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تأملوا يا إخواني، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك هذه الأمور من الرغبة عن سنته، وأن من ظن أنه يتقي الله عز وجل بتحريم الطيبات أو بتركها وهجرها تقربا إلى الله أنه رغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الذي فعله لا يزيده من الله إلا بعدا. ولهذا ليس في الإسلام هذا النوع من الترهبن، نعم كان موجودا عند النصارى لكنه في الإسلام حرم تماما. فلا يجوز للإنسان أن يترك الزواج من النساء بحجة أنه يريد التقرب إلى الله. نعم قد يترك الإنسان الزواج لعدم قدرته أو لأنه يتأذى مثلا بالزواج أو لأسباب شخصية، أما ليتقرب إلى الله بترك الزواج أو بترك شيء من المأكولات أو بترك شيء من المشروبات أو بترك شيء من الطيبات أيا كانت هذه الطيبات، فإن هذا لا يجوز في الإسلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي، يعني ألا نخصي أنفسنا بحيث تنقطع شهواتنا؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أخرجه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، وكان هذا قبل تحريم نكاح المتعة، ثم حرم بعد ذلك نكاح المتعة بالإجماع، ولا يعرف وإلله الحمد والمنة من يبيحه من علماء الإسلام المعتبرين. وعن عبد الله بن مسعود أنه جاءه رجل فقال: إني حرمت فراشي، فتلا هذه الآية، أي تلا ابن مسعود هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن حرم شيئا من الطيبات هل يكون ما حرمه لغوا ولا شيء عليه؟ هذا ما يراه الإمام الشافعي، ولكن الصحيح أن من حرم شيئا من الطيبات غير المرأة فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ويعود إلى ما حرمه على نفسه من الطيبات. فلو أن إنسانا حرم على نفسه مثلا العسل أو اللبن أو التفاح أو النوم على الفراش الوثير أو غير ذلك، قال هذا حرام عليه، فنقول كفر كفارة يمين واعمل أو تمتع بهذا الطيب من الطيبات، وإياك أن تفعل ذلك مرة أخرى. والدليل على ذلك ما جاء في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فانظروا، قال لما تحرم، ثم قال بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع لكم أن تتحللوا مما حرمتم على أنفسكم بالكفارة، فإذا كفرتم فإن ما قلتموه من التحريم ينتهي. وهذه قصتها كما تعلمون عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل في تلك القصة التي تظاهرت فيها عائشة رضي الله عنها وحفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة معروفة ليس هذا محل بيانها. أو عندما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ماريا القبطية، فالمقصود من هذا أن من حرم على نفسه شيئا من الطيبات فإنه يكفر عن يمينه ويعود إلى ذلك الطيب الذي حرمه على نفسه. أما إن كان الذي حرمه على نفسه امرأته فإن هذا التحريم يعامل معاملة الظهار عند جماعة من العلماء، فيرون أنه يكون قد ظاهر وتكون كفارته كفارة المظاهر، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني اتقوا الله عز وجل، عليكم بتقواه ودعوا تحريم الطيبات، واتقوا الله أيضا في ترك تحريم الطيبات، واعلموا أن الله لم يرد منكم بما شرع أن يعذبكم ولا أن تحرموا أنفسكم من الطيبات. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يترك شيئا من الطيبات بحجة أنه يريد أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تعتدوا، إما لا تتجاوزوا الحد في تحريم تلك الطيبات، لأن ذلك من العدوان على الله عز وجل والعدوان على شرع الله جل وعلا، وإما أن يكون لا تعتدوا في أن تتجاوزوا في الانهماك في الطيبات فتسرفوا. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، وهو أن قوله ولا تعتدوا أي لا تحرموا شيئا قد أحله الله لكم وأباحه، هذا أولا، ولا تعتدوا لا تتجاوزوا ما أحل لكم فتسرفوا، فيكون هذا مثل قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإن الإسراف يعتبر من العدوان، لأن الإنسان يتعدى. مثلا إنسان يكفيه أن يفطر على مثلا وجبة معينة لذيذة وطيبة، فهو يأتي بكم كبير من ذلك الإفطار أو ذلك الطعام أو ذلك الغداء أو أيا كانت ويزيد فيها ويسرف. وهذا مع الأسف ابتلي به بعض المسلمين الذين أنعم الله عز وجل عليهم وأعطاهم من المال وأثراهم، فإنهم يجاوزون. يدعوك أحدهم مثلا وليعبر عن محبته يذبح لك 5 ذبائح. طيب أنا سآكل من ذبيحة واحدة، فلماذا تذبح 5؟ هذا من التعدي. فنقول: ولا تعتدوا، فالله لا يحب المعتدين ولا يحب المسرفين، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كنت اتقيت الله في إكرام ضيفك، فإياك أن تتعدى حدود الله عز وجل بأن تتجاوز ما أمرت به فتعتدي. ومعنى الآية يصلح لهذا ويصلح لهذا. ومثل هذه قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالمؤمن من عادته وطبيعته أنه يأتي إلى الأمور على وجه العدل وعلى وجه القصد، يأخذ منها حاجته فلا يتجاوز ولا يحرم ولا يمنع، بل هو عدل في كل أحواله. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول، اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. لاحظوا يا إخواني كيف أسألك القصد، يعني الاقتصاد، سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا دائما أكون مقتصدا، لا أتجاوز إلى طرفي الأمور، فإن كلا طرفي الأمور ذميم. يقول الله عز وجل: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا تهديد لأولئك الذين يعتدون، ووعيد لهم بأنهم قد تجاوزوا، ولذلك هم لا ينالون محبة الله التي هي غاية ما يريده المؤمنون وما يطلبونه. فليحذر أولئك الذين يعتدون، وليحذر أولئك الذين يسرفون، وليحذر أولئك الذين يحرمون الطيبات على أنفسهم بحجة التصوف أو التزهد أو الورع أو تقوى الله أو نيل ما عند الله،
فإن هؤلاء قد يحرمون من شيء عظيم يجب عليهم أن يسعوا إلى عدم حرمانهم منه، وهو محبة الله. ثم قال الله عز وجل: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني أيها الناس كل ما ترونه من الطيبات كلوا منه وتنعموا به وخذوا منه بقدر حاجتكم من غير إسراف ولا مخيلة، كما ورد في الحديث: كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. وفي رواية: كل واشرب والبس ما أخطأتك خصلتان، إسراف أو مخيلة. إسراف بالتجاوز والتعدي والزيادة في غير حدود، والمخيلة هو أن تستعمل ذلك على وجه الكبر والعلو على الخلق. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي اتقوا الله عز وجل الذي آمنتم به، فإن من تقواه أن تأكلوا وتشربوا وتلبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، وألا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وألا تسرفوا فيما أباح الله لكم. ثم قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه الآية تبين لنا حكم اليمين أو أحكام اليمين، واليمين 3 أنواع. النوع الأول اليمين اللاغية، وهي التي ذكرت في أول هذه الآية، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اليمين اللاغية، وسنأتي إلى ذلك بعد قليل. النوع الثاني اليمين المعقودة أو المكسوبة أو يمين الحنث، وهي التي إذا حلف الإنسان فيها فإنه يحلف على شيء مستقبل يفعله أو يتركه، فيقول: والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا. فهذه اليمين التي قصدها صاحبها وكسبها بقلبه وأرادها وكانت على شيء مستقبل، هذه تسمى يمين الحنث أو اليمين المكسوبة أو اليمين المعقودة التي عقدها بقلبه وأرادها. فهذه اليمين، هذه اليمين تجب فيها الكفارة إذا خالف الإنسان ما حلف عليه، فلو حلف أن يفعل ثم لم يفعل وجبت عليه الكفارة، وسيأتي ذكر هذه الكفارة في الآية. وكذلك لو حلف ألا يفعل شيئا ثم فعل وجبت عليه الكفارة، فهذه تسمى اليمين المعقودة والمكسوبة ويمين الحنث. النوع الثالث من اليمين، وهي التي لم تذكر في هذه الآية وإنما ذكرت في آيات أخرى، كما في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، وهي المسمى اليمين الغموس. وهذه اليمين هي أن يحلف الإنسان على شيء ماض كاذبا، فيقول: والله ما رأيت فلانا، أو والله إن فلانا ما فعل كذا، أو والله إني فعلت كذا وكذا، وهو كاذب في تلك اليمين. فهذه يمين تسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار، أو هي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي اليمين على شيء يكذب الإنسان فيه. وعادة ما يكون هذا الأمر شيئا ماضيا، يقول: والله ما قلت كذا، والله ما فعلت كذا، والله لا، والله إني فعلت كذا، وهو لم يفعله. فالمهم، هذه اليمين يمين آثمة، وهي من كبائر الذنوب، ومع الأسف كثير من الناس يتهاون في هذا تهاونا شديدا ولا يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن وقع في شيء من ذلك فلا كفارة ليمينه، ليس فيها كفارة،
وإنما فيها التوبة إلى الله عز وجل. دعونا نأتي إلى الآية. يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين اللاغية لا مؤاخذة فيها، لا كفارة ولا إثم. فما هي اليمين اللاغية؟ قيل إنه قول الرجل في ثنايا كلامه: لا والله بلا والله، فهذه صورتها صورة اليمين، لكن صاحبها لما كان لا يقصد شيئا وإنما تجري على لسانه جريا، فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنا ذلك ورفع عنا الحرج فيه، فلا شيء فيها. وهذا من تفسير عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقيل هي اليمين العاصية التي تكون في المعصية، مثلا يقول: والله لا أشربن الخمر مثلا، أو والله لا أصلين مع الجماعة. فإن من حلف أن يعصي الله فإن يمينه تلك لاغية ولا كفارة عليه كما يقول هؤلاء العلماء. وقيل هي اليمين على غلبة الظن، كأن يحلف الإنسان على شيء يظنه كما حلف ثم يتبين بخلاف ذلك، فمثلا يقول: والله إني قد أعطيت فلانا كذا، وهو يظن نفسه صادقا ثم يتبين أنه لم يعطه، أو والله إني رأيت فلانا ثم يتبين أنه ليس هو الذي قصد، أو يقول: والله لقد جاء فلان، ويتبين أنه ما جاء، ولكنه عندما حلف كان يعلم من نفسه أنه قد جاء. فمثل هذه تعتبر يمينا لاغية. لماذا؟ لأن الإنسان لما حلف كان يعلم من نفسه أنه صادق، فهذه تسمى يمين اللغو. وقيل إنها اليمين في الغضب، وقيل في اليمين اللاغية إنها اليمين في الهزل، يحلف الإنسان في الهزل. والصحيح ما جاء في الآية، فإن الآية قد فسرت اللغو في اليمين، فإن الله قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين المعقودة المقصودة التي يقولها صاحبها وهو يريد بها اليمين، هذه يمين وليست لغو. وأما اليمين التي تجري على الإنسان وهو لا يريدها، أو أنها جرت وكان يظن خبره فيها أو كلامه فيها صحيحا، فإن هذه اليمين لا تسمى يمينا لاغية، وهي اليمين التي عفى الله سبحانه وتعالى عنا فيها. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الآية الأخرى: بما كسبت قلوبكم، يعني شيء قصدتموه وطلبتموه ونويتموه وعقدتموه وأنتم تقصدون. أما ما يجري على ألسنتكم من الأيمان والحلف الذي لا تريدون به اليمين ولا الحلف، فإن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه. قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته، أي فكفارة ما عقدتم اليمين فيه، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه هي الكفارة لمن حلف على أمر يقصده، أمر مستقبل كأن يفعل شيئا أو أن لا يفعله. ما هي الكفارة؟ قال: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من حيث الجودة والرداءة ومن حيث أيضا القلة والكثرة، فهو من الوسط، لا يكون من الجيد المتناهي في الجودة إلا إذا تفضلت به، لكن الله لم يلزمك بذلك، ولا من الرديء، تقصد الرديء تتيمم الخبيث وتأتي به كفارة ليمينك، لا، بل من أوسط. وكذلك في القلة والكثرة. وهل يجزئ في ذلك أن يغديهم أو يعشيهم؟ كان علي بن أبي طالب يفتي بأنه إذا غداه وعشاه أجزأ، وبعضهم يقول إذا غداه أو عشاه، وكثير من العلماء يرون أنه يكفي في ذلك نصف صاع أو مد أو مدان من البر يطعم به المسكين، فيأتي إلى 10 مساكين ويعطيهم 10 أمداد، والمد ملء الكفين
أو نصف صاع يعطيه إياه، فإذا أعطاها 10 مساكين كان ذلك كفارة ليمينه. ثم قال الله عز وجل: أو كسوتهم، يعني يكسو 10 مساكين. وبأي شيء تكون الكسوة؟ من العلماء من قال إذا أعطاه أي شيء من الكسوة، عمامة أو سروال أو فانيلة أو عباءة أو قميص، كل ذلك يعتبر كسوة. ولكن الصحيح والعلم عند الله ما ذهب إليه جماعة من العلماء بأن الكسوة المعتبرة هي ما يجزئ في الصلاة، فإذا أعطاه شيئا يستره في صلاته وتصح صلاته به فهذه كسوة معتبرة شرعا. قال الله عز وجل: أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أيضا يخير بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة لأجل أن يخرج من يمينه، أو يعتق رقبة. وقد بدأ بالأخف وهو إطعام 10 مساكين، ثم الأشد منه وهو كسوة 10 مساكين، ثم الأشد منهما وهو تحرير رقبة. وهل هذه على التخيير؟ نعم، كما هو ظاهر الآية، وكل ما جاءت أو دلت على التخيير. ثم قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني هذا هو الواجب على الترتيب، يعني أنت مخير بين 3 أشياء، فإذا لم تجد واحدة من هذه 3 انتقلت بعد ذلك إلى الصيام. بهذا نعرف أن كفارة اليمين كفارة فيها تخيير وترتيب، فأنت مخير بين 3 تفعل أي واحد منها، فإن لم تجد واحدا منها سواء لفقرك أو لأنك ما وجدت واحد غني، ما وجد فقراء يتصدق عليهم، ولا وجد رقبة يعتقها، فهنا ينتقل إلى الصيام. قال: فصيام 3 أيام. قال العلماء: صيام 3 أيام متتابعات، لأنه ورد في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، قال: فصيام 3 أيام متتابعات. وهذه القراءة وإن لم تكن من القراءة المتواترة لأنها مخالفة لرسم المصحف، فإنها صحيحة الإسناد إلى أبي بن كعب وابن مسعود، ولا يمكن أن تقل عن خبر الأحاد، ولها حكم الرفع كما قال ابن كثير وجماعة. ومن العلماء من قال: إن القرآن أطلق، فيجوز أن تكون متتابعة ويجوز أن تكون متفرقة، ولا شك أن الأحوط اتباعا لهذه القراءة التي رويت عن هذين الصحابيين الجليلين وصح إسنادها أن تكون متتابعة فيصوم 3 أيام متوالية. قال الله عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني هذه هي الكفارة التي شرعها الله عز وجل لكم إذا حلفتم. ثم قال: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم بأن لا يفوت عليكم منها شيء حتى تكفروه، واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم على شيء أن لا تخالفوا ما حلفتم عليه. واحفظوا أيمانكم أيضا تأتي بمعنى لا تطلقوا اليمين في كل شيء كما يفعل كثير من الناس، يحلف على كل شيء. لا يا أخي، اليمين شيء عظيم لا ينبغي الإنسان أن يفعله أو يقوله إلا في الشيء الذي يحتاج إليه. بعض الناس يحلف في كل شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: والحلاف، يعني الذي يكثر الحلف، يجعل الله سلعة: والله كذا، والله اشتريت هذه بكذا، والله إنها سيمت مني بكذا، والله إنها محدودة علي بكذا، والله ما أبيعها إلا بكذا. فتجد طوال الوقت أيمان أيمان. قال له: احفظ يمينك، اتق الله عز وجل في نفسك. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم كذلك، أي مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، تشكرون الله على إيضاح الآيات، تشكرون الله على إنزال هذه الحكم والأحكام، تشكرون الله أيضا على التخفيف، لأن الله لو ألزمنا أنه إذا حلف أحد منا على شيء أن يلتزم به لكان ذلك واجبا علينا ولا شق علينا، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا ما نكفر به. إلى هنا نصل إلى نهاية
هذا اللقاء أو هذا المجلس. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل القرآن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.